قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. ثم أما بعد، لكن لابد لك أن تعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتكون من شقين. الشق الأول هو تقرير يعني دين الله سبحانه وتعالى والعقيدة التي يرضاها ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ما ندرسه في الفقه وفي علوم الوسائل حتى كالأصول والحديث وغيرها. لكن هناك شق ثاني للدعوة، وهو شق حماية هذه العقيدة والدفاع عما ينازعها وعما يخالفها، وهو ما نعنيه في مادتنا هذه. أنتم تعلمون أنه بعد الثورة التي حدثت في مصر حدث نوع من الانفتاح في المجتمع الذي نعيش فيه. الكل يقول أن أننا نبني يعني الدولة من جديد، والكل يتكلم يعني ويعرض رأيه وفكره عن كيفية بناء الدولة من وجهة نظره. تعالت الصيحات يعني منذ هذه الثورة إلى الآن، ومن قبلها طبعا هذه الصيحات موجودة لكنها اليوم أصبحت عالية جدا، كلها تنادي بما ستقرؤونه في هذا الكتاب، إما بالعلمانية وإما بالليبرالية وإما بالقومية وإما والاشتراكية والشيوعية، كل هذه أفكار موجودة. هذه الأفكار في الحقيقة نحن يعني لسنا يعني معها في اختلاف، نحن لسنا مع هذه الأفكار في اختلاف، لكننا مع هذه الأفكار في افتراق. هناك فرق بين الاختلاف والافتراق. الاختلاف قد يكون منه سائغ ومنه غير سائغ، نعم، لكن كلا المختلفين يريد وجهة واحدة ويدعي أنه يريد وجهة واحدة. يعني إذا تكلمنا عن خلاف في العقيدة بيننا وبين المعتزلة مثلا، هذا خلاف سائغ أم غير سائغ؟ غير سائغ وغير مقبول. لكن في الحقيقة المعتزلة يدعون أنهم بنفيهم لأسماء الله عز وجل يدعون أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين نتحدث معهم ونناظرهم ونتكلم في شأنهم، فنحن يعني وهم في افتراق، وهو أمر يعني أكبر من أن يقال عنه اختلاف، إذ يعني صارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، يعني أقوام يأتون من بعد هؤلاء الذين يأخذون بسنة النبي ويقتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى كما يكون بالسيف والسنان يكون بالحجة وبالبيان. نحن الذي ندرسه الآن هو جهاد لأعداء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. حديث رواه الحاكم ورواه أحمد أيضا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فلا شك أن ما نحن فيه ليس يعني طرفا عقليا ولا سفسطة، إنما هو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك كان إمام يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى يقول: الزب عن السنة أفضل الجهاد في سبيل الله.
الزب عن السنة أفضل الجهاد. فقال له رجل: الرجل ينفق من ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل من، يعني هذا الذي يزب عن السنة ويزب عن الدين أفضل من هذا المجاهد الذي ينفق من ماله ويتعب نفسه؟ فقال يحيى بن يحيى: نعم بكثير، هو أفضل منه بكثير، لأن هذا الرجل يحفظ الجهاد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى أمته أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، فإن تبليغ السهام يفعله كل أحد، أما تبليغ سنته فلا يفعله إلا أتباع الأنبياء، صنف مخصوص من الناس هم من يفعلون ذلك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. إن روح القدس ما زال إيه؟ يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم، وفي بعض الروايات هاجمهم وجبريل معك، أهجهم، بعض الروايات هاجمهم وجبريل معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك. وقال صلى الله عليه وسلم عن هجاء حسان للمشركين: والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل، والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل. وهذا ما نحن فيه هو أشد، يعني في هؤلاء الذين يعني يعادون دين الله سبحانه وتعالى هو أشد فيهم من النبل. لكن يعني الذي يخزي ويحزن تولي يعني أهل الحق وأهل الديانة وأصحاب المنهج عن القيام بحق الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى دينه ونصرة شريعته سبحانه وتعالى. وإن لم تكن للحق أنت فمن يكون؟ إن لم تكن للحق أنت فمن يكون؟ والناس في محراب لذات الدنايا عاكفون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالمرصدون، يقول فالمرصدون يعني الموضوعون للعلم عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه، فإذا هم لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه، فإذا هم لم يبلغوا الأمة يعني علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله عز وجل تنتهك وحدوده سبحانه وتعالى تضيع ودينه يترك ويدعى ليلا ونهارا بمذاهب هي في الحقيقة من أشد المشاقة والمعاندة لدين الله سبحانه وتعالى ثم يسكت. ذلك يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: إذا أظهر المبطلون أهواءهم، كما يحدث الآن، إذا أظهر المبطلون أهواءهم والمرصدون في الأمة، يعني الذين يعني وضعهم الله عز وجل للذب عن الدين والشريعة، والمرصدون في الأمة، واحد يخزل وواحد ساكت، فمتى يتبين الحق؟ سؤال لابد أن تسأله لنفسك. هؤلاء الذين ينتقلون بين القنوات الفضائية ليل نهار ونهار ليل وينشرون ويتكلمون ويخططون، ونحن ما بين ساكت وما بين مخزل، فمتى يتبين الحق؟ إذن لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن الدين إنما يتغير بأحد شيئين. الدين أي دين؟ يتغير بأحد شيئين، إما بالتبديل وإما بالنسخ، إما بالتبديل وإما بالإيه؟ بالنسخ. أما النسخ ففي شريعة الإسلام فانتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبارتفاع الوحي، لكن يكون في الدين ما دخل في غيره من الأديان من التحريف والتبديل والكذب والبهتان والسكوت عن الباطل، والسكوت عن الباطل بما ينشر الباطل في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مقدمة أردت يعني بها أن تعرف يعني أهمية
هذه المادة التي ستدرسها، وهي مادة يعني جديدة عليك. نحن نسمع عن هذه المصطلحات كثيرا، لكننا في الحقيقة لم ندرسها بنوع من التعمق، وكثير منا يعني يذم العلمانية ولا يدري ما العلمانية، ويذم الشيوعية ولا يدري في الحقيقة ما هي، ويذم الاشتراكية ويذم الليبرالية وفي الحقيقة لا يدري ما هي هذه الأمور. فإذا جلس مع أحدهم يكلمه لعله يعني بس إليه من شبهاته ومن سمومه ما يجعله يعني يزيغ عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما ينبغي أو مما هو معلوم لكم جميعا أن هذه الأمة عاشت سيدة هذا الكون سنينا طويلة. عاشت هذه الأمة هي سيدة العالم بلا منازع سنين طويلة، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا ودعمه شباب طامحون، شباب زللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا أبطالا يدكون المعاقل والحصون، وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل أو يهون، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. الحقيقة أن هذه الأمة عاشت بالفعل سيدة هذا الكون بلا منازع. من يستطيع أن ينسى الفاتحون العظماء من ينسى الفاتحين العظماء من المسلمين خالد وربعي ويوسف بن تاشفين ومحمود بن سبكتكين والحاجب المنصور، كل هؤلاء أكابر، كل هؤلاء معروفون، الغرب يعرفهم بالاسم، الغرب يعرفهم بالاسم. هذه القوة التي كانت في الإسلام جعلت أعداءنا يرتعدون منا ويعملون لنا ألف حساب، وكما قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: ويل للأمة المغلوبة من الأمة الغالبة، ويل للأمة المغلوبة من إيه؟ من الأمة الغالبة. هذا ما كان يحدث، طبيعي أن الأمة المنتصرة تفرض يعني بحكم الواقع وبحكم التعامل وبحكم الأخلاق وبحكم يعني القوة تفرض أفكارها وتفرض مبادئها وتفرض كل ذلك. لا يعني نستطيع أنه أن نقول أنه لابد أن يكون بالقوة، لكن بالواقع كان هذا موجودا، وكانت أفكار المسلمين هي يعني المنتشرة، وكانت سير الفاتحين من المسلمين كانت منتشرة في كل مكان. كان ابن فتحون رحمه الله تعالى أحد الفاتحين الكبار من المسلمين، كان الروم إذا ذهب بفرسه ليشرب من الماء فأبى الفرس أن يشرب، كانوا يقولون كلمة وكأنهم تداولوها بينهم، كان يقول لفرسه: مالك أو ابن فتحون رأيت في الماء؟ تشفت ابن فتحون عشان كده خفت تشرب؟ هذا يدلك على يعني مقدار رعبهم من المسلمين. عبد الله ابن محمد ابن البطال رحمه الله تعالى، الإمام ابن البطال رحمه الله تعالى كان أحد القادة الكبار وأحد الفاتحين العظام، سئل رحمه الله، واسم مجهول عند كثير من المسلمين، سئل رحمه، أنا أضرب لك هذه الأمثلة حتى يعني تقارن يعني ما كنا فيه بالهوة السحيقة التي نحن فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن البطال رحمه الله تعالى يسأل يوما عن أعجب شيء رآه في غزواته، أعجب شيء رأيته يا ابن بطال في غزواته. قال: بينما نحن نحاصر قرية من قرى الروم إذ أمرت أصحابي أن يرخوا لجم خيلهم، يعني إيه؟ يعني يجعلوا لجام الخيل مرخي حتى لا تحدث يعني الخيل صوتا، وأن يخفضوا أصواتهم حتى ينتشروا في القرية ويستمكنوا من أهلها.
قال: بينما أنا ومجموعة من أصحابي نتوغل في القرية، إذ رأيت بيتا شرفاته يعني مضاءة، في نور داخل البيت. قال: فذهبت أنا وأصحابي نحو شرفاته، فإذا بامرأة وليدها يبكي، ابنها إيه؟ يبكي، وهي تقول له: يا بني اسكت، أو لأذهبن بك إلى البطال ليأخذك. خوف من مين؟ أنا بس عايزك تقارن بين الواقع الذي نحن فيه وبين ما كنا فيه. يا بني اسكت، أو لأذهبن بك إلى البطال ليأخذك. والولد يبكي، الولد لا يفهم شيئا، واستمر في بكائه، فحملته وهي تهدهده ورفعته وقالت: خذه يا بطال. قال بطال: فمددت يدي وأخذته من الشرف. يعني أي مجد وأي يعني عز لما يشاع أن عبد الله عبد الرحمن بن ربيعة رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن ربيعة كان أحد القادة الكبار، يتوغل في بلاد الروم 1100 كيلومتر، لا يقتل له جندي واحد، 1100 كيلومتر لا يقتل له جندي واحد. حتى قال المؤرخون أنها غزوة لم يتم فيها صبي ولم تئم فيها امرأة. تعرف لماذا؟ لماذا لم يمت له جندي واحد؟ لم يستطع أعداءه أن يواجهوه، لأنه أشيع في ذلك الزمان كما يذكر الطبري رحمه الله تعالى، أشيع في ذلك الزمان أن المسلمين لا يموتون، أشيع في ذلك الزمان أن المسلمين لا يموتون. لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كإيه؟ كالمقعد، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. كانت هذه هي يعني أمتكم حينا من الدهر وردحا من الزمان، ثم ضعفت دولة المسلمين. ضعفت دولة المسلمين لأسباب كثيرة، ضعفت لذنوبنا، ضعفت لأننا اغتررنا بماضينا ونسينا يعني حاضرنا، ضعفت لأننا تولينا عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ضعفت لأننا تفرقنا، ضعفت لأننا تخلفنا عن مواكبة العصر والتقدم العلمي. لما ضعفت الأمة تجرأ عليها أعداؤها، لما ضعفت الأمة تجرأ عليها أعداؤها، لم يكن أحد أبدا من أعداء الإسلام يجرؤ أن يهاجم بلاد المسلمين، حصلش أبدا. لما يذكر المؤرخون أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى أرسل إليه نقفور، تعرفون نقفور؟ الاسم معروف، ملك من ملوك الروم، كانت قبله ملكة تسمى إيريني، قتلها نقفور وجلس مكانها. كانت إيريني تبعث إلى هارون الرشيد كل سنة بأموال يعني حتى لا يهاجمها هارون رحمه الله تعالى. فتجرأ نقفور وبعث إلى هارون الرشيد رحمه الله تعالى رسالة، قال: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي كانت قد أقامتك مقام الرخ. الرخ ده حجر من حجارة الشطرنج، وكأنه مثلا الملك مثلا أو الوزير، وأقامت نفسها مكان البيدق، البيدق جندي الشطرنج أيضا، فحملت إليك من أموالنا ما كنت حقيقا بحمل أمثالها إلينا، ولكن ذلك كان ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي هذا، شوف الجرأة، حدش عملها قبله، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل قبلك من أموالنا وافتدي نفسك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. أنتم تعرفون بقية القصة طبعا. هارون لم ينم، هارون غضب غضبا حتى يقول يعني من كانوا أقرب الناس إليه لم يكن أحد يستطيع أن ينظر إليه لفرط غضبه، ودعا بالكتاب ثم قلب الكتاب على قفاه كما يقول، قلبه يعني على ظهره، ثم كتب من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: الأمر ما ترى لا ما تسمع. بس ما قالش بكده، وماذا حدث؟ حدث يعني ما تعلمون أنه حدث. لما ضعف المسلمون غزاهم يعني أعداؤهم، وتوالت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين، توالت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين، حملة تتلوها حملة وغزوة يعني من غزواتهم تتلوها غزوة، لكن كل هذه الحملات في النهاية باءت بالفشل، كل هذه الحملات في النهاية باءت بالفشل. هنا أدرك الأوروبيون أن الحروب العسكرية لن تأتي بنتيجة مع المسلمين،
أدركوا أن الحروب العسكرية وحدها لن تأتي بنتيجة مع المسلمين ولن تتسبب في القضاء على المسلمين، وتبين لهم بجلاء أن الإسلام نفسه هو مصدر قوة المسلمين، مصدر قوة المسلمين هو الإسلام. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بقتال المسلمين، لكن أولا نقاتل الإسلام، هذه العقيدة وهذه الشرعة وهذا المنهج الذي ينتهجونه. وهذه الفكرة أخوانا أصبحت مسيطرة على عقول هؤلاء، أن الحروب وحدها لن تجدي ولن تأتي بنتيجة، وأن مصدر قوة المسلمين هو الإسلام نفسه، ولا بد أن يهاجم الإسلام قبل أن نهاجم المسلمين، قبل أن نغزو أبدانهم لابد أن نغزو قلوبهم وإيه وعقولهم. وأصبحت الكلمات التي تعبر عن ذلك متداولة، يعني كلمات كثير منهم تدل على أن هذه المعاني أصبحت يعني متواترة عندهم. يعني المصنف عندك ذكر صحة النسخة التي معي ليست هي النسخة التي معي، هذا يؤسف له. نعم، في المقدمة تمهيد، عندك في التمهيد ذكر قول للويس التاسع ملك فرنسا بعد عودته من حملات الصليبية على مصر، وهذا الكلام موجود في وثيقة محفوظة بدار الوثائق في باريس. قال إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع ما يلي. وذكر عندك ما يحدث الآن بالضبط، إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين، أول حاجة. تاني حاجة عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح، إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة، الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه، الحيلولة دون قيام الوحدة العربية، العمل على قيام دولة غريبة في المنطقة العربية تمتد ما بين، وذكر حدود يعني الدولة اللقيطة التي نعاني منها يعني هذه الأيام. كل ذلك يعني هو كلام تاريخ قديم، هذا كلام قديم، لكن القوم يخططون وينفذون. لكن الشاهد من هذا الكلام أن هؤلاء اقتنعوا أن الانتصار على المسلمين لا يمكن أبدا أن يكون من خلال الحروب وحدها، لكن لابد أن يكون بواسطة اتباع خطوات معينة. أهم هذه الخطوات زعزعة يعني إيمان المسلمين بدينهم وبمنهجهم الذي هم عليهم. جاردنر مذكور عندك أيضا أحد المستشرقين يقول إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. ذكر عندك قول الحاكم الفرنسي في الجزائر إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربية من وجودهم ونقتلع اللسان العربية من ألسنتهم. لورانس براون يقول إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي، إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. له مقولة يعني أخرى لورانس براون ليست عندك في الكتاب، يقول كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، لكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لتلك المخاوف. كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي وبالخطر الياباني وبالخطر البلشفي، لكن تبين لنا أن اليهود أصدقاؤنا والبلاشفة الشيوعيون حلفاؤنا، لكننا وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. المقولات كثيرة يعني في هذا الباب، والمصنف ذكر عندك مقولات، وأنا أحب أن يعني تحتفظ يعني لنفسك ببعض هذه المقولات في ذاكرتك، هي مهمة في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقناع من يستحق الإقناع. يعني لك أن تعجب يعني من قناعة هؤلاء أن الإسلام هو العدو الأول وأن الاستعمار لن يتم إلا بالقضاء على الإسلام. جريدة الواشنطن بوست نشرت مقالا طويلا بعنوان الإسلام العدو رقم واحد للغرب. بكل صراحة اليهود لما أرادوا أن يجمعوا يعني تبرعات لهم
في أيام حرب 67 من فرنسا، جمعوها تحت شعار واحد: قاتلوا المسلمين. قاتلوا، جمعوا مليارات بشعار واحد: قاتلوا المسلمين. مما يعني ذكره المؤرخون أيضا مما يدل على فشل يعني سياسة الاستعمار وقناعة هؤلاء أن القرآن يعني هو أقوى سلاح في يد المسلمين، وأنه لابد للقضاء على المسلمين، ولابد يعني لهزيمة المسلمين من القضاء أولا على الإسلام في قلوبهم وعلى القرآن الذي بين أيديهم. ما حكاه صاحب كتاب قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام وأبيدوا أهله، جلال العالم، كتاب مشهور، يقول أن فرنسا لما كانت محتلة للجزائر قامت بانتقاء 10 فتيات، 10 فتيات انتقتهم وربتهن منذ صغرهن على العادات الفرنسية، حتى الملابس التي كنا يلبسناها يعني كان هؤلاء البنات كالفرنسيات تماما، اتعلمنا التعليم الفرنسي ولبسنا الثياب الفرنسية. وبعد 11 عاما، بعد 11 سنة من الجهود التي بذلوها، قاموا حفلة تخرج لهؤلاء الفتيات، حضر فيها بعض الوزراء وبعض المفكرين وبعض الصحفيين. فلما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بأن الفتيات دخلن وعليهن الزي الإسلامي، فوجئ الجميع بأن الفتيات دخلن وعليهن الزي الإسلامي. انتفضت الصحف في فرنسا في ذلك الوقت تنتقد، يعني احنا بقالنا محتلين فرنسا الجزائر 128 سنة، في ذلك الوقت كانوا احتلوها 128 سنة، ونحن نحتل يعني فرنسا، ثم يخرج الفتيات ويأتين بعد كل ما بذلناه معهن، يأتين وعليهن الثياب الجزائرية ويعني الإسلامية وقد غطينا شعورهن وأجسامهن. فسئل وزير المستعمرات الفرنسي يعني هذا السؤال: ماذا فعلت فرنسا بعد 128 سنة في الجزائر؟ قال: وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ لما أصبحت هذه الصورة أخوانا واضحة، وأصبح من الغزو يعني العسكري لا يأتي بنتيجة، وأن قوة المسلمين إنما تنبع في الإيمان الذي في قلوبهم وهذه العقيدة وهذا المنهج وهذه الشرعة التي يتبنونها، انتقل الغرب من الغزو العسكري إلى ما يسمى بإيه؟ الغزو الفكري. وتعبير الغزو الفكري، وهذا الكلام عندك في الكتاب، تعبير الغزو الفكري أخوانا تعبير موحي ومعبر، إذ اختيار لفظة الغزو يعني في حد ذاتها تعبير يصور خطورة يعني الآثار الفكرية التي قد يستهين بها البعض، يعني آثار التغريب الفكرية التي قد يستهين بها البعض. ذلك صورت في صورة إيه؟ ها؟ غزو، لأن تأثيرها على القلوب وعلى العقول كتأثير الغزو العسكري على الأبدان وعلى البلاد. وإذا قيل الغزو الفكري، ذكر المصنف عندك، قال: الغزو الفكري يقصد به الوسائل غير العسكرية التي اتخذها الغزو الصليبي لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام مما يتعلق بالعقيدة وما يتصل بها من أفكار وتقاليد وأنماط وسلوك. في التمهيد، هذا الكلام عندك في أول التمهيد، وجدتموه؟ نحاول إن شاء الله أن نكون، أنا النسخة التي عندي ليست صفحة 7 خلص. طيب، يقصد بالغزو الفكري الوسائل غير العسكرية التي اتخذها الغزو الصليبي لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام مما يتعلق بالعقيدة وما يتصل بها من أفكار وتقاليد وأنماط سلوك. واتخذوا لهذا الغزو أسلحة أخوانا متعددة. أول سلاح استخدموه سلاح الاستشراق، وهذا سنقف معه إن شاء الله عز وجل. ومع سلاح الاستشراق كان سلاح التبشير، ومع سلاح التبشير كان سلاح التغريب. لما اجتمعت هذه الأسلحة الثلاثة في بلاد المسلمين، الاستشراق والتبشير والتغريب، نتج عنها المذاهب الفكرية التي سنتكلم عنها: العلمانية والشيوعية والقومية والوجودية والداروينية، ومما سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. طيب، ندخل في الاستشراق. كما تلاحظ
أن أول صورة من صور الغزو الفكري التي حدثت في بلاد الإسلام الاستشراق. الاستشراق، واللفظة كما ترى مأخوذة من إيه؟ كلمة الشرق، فهو اتجاه نحو الشرق. وكأني يعني بهؤلاء لما قرروا أن يغزوا بلاد المسلمين فكريا قيل لهم، وبلاد المسلمين هذا التعبير الدارج عند الغرب، أن بلاد المسلمين تسمى الإيه؟ الشرق. أن بلاد المسلمين تسمى، طبعا هذا التعبير فيه من الخبث ما فيه، حتى ينفصل المسلمون عن هويتهم. بلاد الإسلامية سميت إسلامية، هو تعبير عن المكان وتعبير عن الهوية. أما الشرق هو تعبير عن إيه؟ عن المكان وفقط، ليس له أي علاقة بالهوية. ذكر عندك المصنف رحمه الله تعالى معنى الاستشراق، وقال إن الاستشراق التيار الفكري الذي يتمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة، معبرا عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهم. معنى هذا الكلام إيه؟ إن إذا سمعت لفظة الاستشراق فلابد أن تعلم أن هذا تعبير عن تيار. التيار ده يتمثل في مجموعة الدراسات التي قام بها الغرب عن الإسلام باختصار. مجموعة الدراسات التي قام بها الغرب عن الإسلام وعن حضارة الإسلام وعن أديان المسلمين وعن آدابهم وعن لغتهم وعن ثقافتهم. هؤلاء القوم إخواننا توغلوا في آدابنا وتوغلوا في لغتنا، حتى اعتبرهم كثير من المسلمين، مع أنهم قوم لا يتكلمون العربية في الأصل، لكن اعتبرهم كثير من المسلمين ممن انخدع بهم مرجع حتى في اللغة العربية. وهذا من أعجب، بعضهم كان عضوا في مجمع اللغة العربية، وهذا من أعجب ما تراه من الهزيمة النفسية. لم نرى يعني عربيا عضوا في مجمع من مجامع اللغة الإنجليزية، لكن من هزيمة المسلمين النفسية كما سيأتي في خصوصا في بداية في القرن 19 وأوائل القرن 20، يعني كان تأثير الاستشراق واضحا على بلاد المسلمين. والمستشرق، إذا كان هذا الكلام، إذا كان الاستشراق هو الدراسات التي يجريها الغرب عن الإسلام، فالمستشرق هو الذي اهتم بدراسة الدين الإسلامي وأحوال المشرق الإسلامي، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الدينية أو من الناحية اللغوية أو من الناحية حتى المسائل الاجتماعية كالعادات والتقاليد واللغات واللهجات. أظن كده الصورة أصبحت واضحة، أن الاستشراق هذه كلمة مستمدة من الشرق، وأن الاستشراق إذا ذكر لابد أن يأتي في ذهنك أنه تيار فكري يتمثل في مجموعة الدراسات التي أجراها الغربيون الذين يسمون بقى إيه؟ المستشرقين، عن الإسلام وعن حضارة الإسلام، بل حتى عن تقاليد المسلمين وعاداتهم الاجتماعية. خلنا، هؤلاء الناس درسوا يعني مش بس يعني الإسلام، درسوا شخصيات المسلمين. يعني ما عرفوا مثلا أن الشعب المصري شعب عاطفي جدا. أعجب ما ترى من فطنة هؤلاء يعني لحال المسلمين وحال المصريين، إن نابليون لما نزل مصر، نابليون لما نزل مصر أول حاجة عملها إيه؟ ادعى الإسلام. الألمان لما كانوا بيوزعوا منشورات في مصر تحض المصريين على مقاتلة الإنجليز، كانوا بيوزعوها موقعة باسم مين؟ الحاج محمد هتلر. تخيل، هذا من أعجب ما ترى، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نشأ الاستشراق؟ هل هناك نقطة محددة يقال أنه في هذه السنة بالذات وفي هذا الوقت بالذات نشأ الاستشراق، واتجه يعني الغربيون للاهتمام بدراسة الإسلام ونشأت دراسات فكرية عند الغرب تجاه الإسلام؟ فيش وقت محدد في الحقيقة. حقيقة إن يعني نستطيع أن نقول إن بداية الاستشراق بدأت مع بداية الاحتكاك بين المسلمين وغيرهم. أول احتكاك حدث بين المجتمع المسلم وبين غير المسلمين كان في غزوتي مؤتة وتبوك، مش كده ولا إيه؟ لكن كان هذا احتكاكا عسكريا فقط، كانش في أي نوع من الاحتكاك الفكري، كانت غزوة وانتهت لا أكثر ولا أقل. لكن بتوالي الاحتكاك العسكري بين المسلمين وخصوصا بعد نزول الصليبيين بلاد الإسلام، الحملات الصليبية المتكررة، انتقل الاحتكاك
من احتكاك عسكري إلى احتكاك ديني واحتكاك سياسي واحتكاك اجتماعي معايا. ثم انتقل هذا الاحتكاك في عصور الازدهار في الأندلس وعصور يعني عز الإسلام وعلو الإسلام في الأندلس إلى بعد الاحتكاك العسكري والاحتكاك السياسي والاحتكاك الديني إلى احتكاك أيضا علمي. أصبح كثير من أبناء أوروبا يأتون إلى إسبانيا ويأتون إلى البرتغال إلى الأندلس يتعلمون على يد علماء المسلمين، ومن هنا بدأ الاستشراق في الحقيقة. لا يدرى في الحقيقة أيضا من هو أول من فعل ذلك، وإن كان يعني بعض يعني الدارسين يقول أن أول من فعل ذلك، طبعا لابد أن تعلم أن أول من قام بهذا في العموم هم الرهبان، لابد أن تعلم هذا، أن أول من قام بهذا حتى الآن، حتى الآن أغلب المستشرقين من القساوسة، أغلبهم من القساوسة، لأن الأصل في الاستشراق ليس يعني أنه يتعلم دين المسلمين، هذا لو قيل أن لهم 5 دوافع هذا الدافع الخامس، هو دافع حقير عندهم، والذي يأتي ليدرس بس دين الإسلام ليتعلمه وليكون منصفا هؤلاء قلة، وهؤلاء لا ينفق عليهم أصلا، وإذا قيل أنه يعني منهم فلان وفلان ففلان وفلان دول يعدون على أصابع اليد الواحدة. لكن من أوائل هؤلاء الرهبان كما ذكر الدكتور مصطفى السباعي في كتابه الاستشراق والمستشرقون، راهب فرنسي يسمى جيربرت، ثم تلاه راهب آخر يسمى بطرس، ثم راهب ثالث. لكن موضع الشاهد أنا أذكر لك الاسم أن جيربرت هذا أصبح بابا الفاتيكان يوما من الأيام. تتعلم الصلة بين ما يفعلونه هذا الرجل، يعني لما كانت ثقافته يعني متسعة ودرس الإسلام وأوهمهم أنه يستطيع أن ينقض دين الله سبحانه وتعالى، واختير يوما من الدهر إيه؟ بابا الفاتيكان. احتاج الغزاة المستعمرون أيضا إلى المستشرقين حتى يزودوهم بالخبرات في الشؤون الإسلامية، كما ذكرنا عن الحاج محمد هتلر وغيره. المستشرقون يا أخواننا لهم دوافع لما قاموا به، العمل الاستشراقي له دوافع كما يذكر من يهتم بهذا. من أهم الدوافع عند المستشرقين، هذا ليس عندك في الكتاب، ليس عندك في الكتاب يعني مجموعا، يعني من أهم الدوافع عند المستشرقين الدافع الديني، هذه مسألة ظاهرة وأنا نحتاج إلى التدليل عليها. أول المستشرقين كان راهبا كما قلنا، واختير في النهاية بابا للفاتيكان، وبدأ الاستشراق بدافع ديني كما قلنا أخوانا لأجل تحصين مسلمون. احنا قلنا كده كما يقول ابن خلدون، ويل للمغلوب من الغالب، دايما المغلوب يتأثر بالإيه؟ بالغالب. وهذا الذي حدث في بلاد الأندلس، كانوا متأثرين جدا وأصبحت هناك زعزعة في العقيدة، فاحتاج هؤلاء حتى يعني يحصنوا قومهم من الدخول في الإسلام إلى أن يتعلموا شيئا عن الإسلام يهاجمون به الإسلام، وبهذا يموهون على قومهم أنهم يعلمون يعني دين القوم أحسن منهم فلا تدخلوه ولا تتبعوه. من أهم الأسباب أيضا التي دعتهم لذلك تشكيك المسلمين في دينه، وإذا شكك المسلم في دينه ماذا سيحدث؟ المرحلة الثانية حاجة من اثنين، إذا شككوا في ديني فهذا يعني هذه مسألة مهمة جدا عندهم. أنت عندك في الكتاب نقل مهم جدا في آخر التمهيد عن صمويل زويمر رئيس جمعيات التبشير، إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام، لك معايا كده، إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك أو لذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية
لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له، ألا وهو، خلي بالك بقى، ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية. مش لازم يخش المسيحية، مش مهم، مش لازم نزيد واحد، لكن يكفي أن يأتي النشء كما يقول، وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقا لما أراده الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات، إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. أيها المبشرون إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه. أظن واضح الكلام، واضح جدا، نحن نعيش في هذا الذي يعني يدبرون له منذ يعني سنين. لذلك تشكيك المسلمين في دينهم هو ما يهموش انك تخش، ان يدخل المسلم في المسيحية، مش دي مرحلة، تأتي او لا تأتي، المهم ان يعيش المسلم مسخا لا هدف له في الحياة، لا يعرف دينا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. حاجاتهم يا اخوانا الاستشراق ايضا، كما قلنا ان الدافع الاول للدافع الديني زاد، يعني هذا الدافع الديني لحاجتهم للاستشراق بعد أن يعني زعزعت الحضارة، زعزعت العقيدة في قلوب عقود العقيدة المسيحية، يعني في قلوب المسيحيين بسبب يعني الحضارة الحديثة، وأصبحوا يشكون في تعاليم الدين وفي رجال الدين، واشتد يعني الهجوم على يعني الكنيسة، فاحتاجوا إلى الاستشراق حتى يدافعوا عن أفكارهم وعن مبادئهم. من أهم دوافع الاستشراق، من أهم الدوافع التي أدت لاستشراق، الدفع الاستعماري. بعد فشل الحملات الصليبية في بلاد المسلمين، أيقنوا كما قلنا أن السبيل الوحيد لاستعمار وغزو بلاد المسلمين هو إيه؟ أن يحارب دين المسلمين أولا، وأن تحارب العقيدة في قلوبهم، وأن تحارب المبادئ والأفكار التي ينتهجونها، وبهذا يعني تمهد الأرض للغزو الإيه؟ العسكري، بعد أن تغزى البلاد غزوا فكريا. احنا ذكرنا منشورات الألمان تحت اسم محمد هتلر، نابليون أعلن أنه مسلم، بل أعجب من هذا الإنجليز لما دخلوا مصر كانوا يعني يمجدون كثير من الحركات، أهمها الصوفية. الإنجليز لما دخلوا مصر كانوا يعتنون جدا بالصوفية، ليه؟ نتنبذ الجهاد، فيش دفاع عن البلد، فيش جهاد، وإذا زكيت هذه الروح وانتشر التصوف إلا يحصل خلاص انتهت. ده بعض المؤرخين منهم يذكر أنهم كنا يقولون أنهم كنا إذا أردنا أن نعمر طريقا أنشأنا على طول الطريق أضرحة وادعينا أنها للأولياء. طول الطريق يعمل إيه؟ كما ذكر الشيخ الألباني في تحذير الساجد، أضرحة على طول الطريق وادعي أنها لإيه؟ إيه اللي يحصل؟ المسلمين على طول يمشوا في الطرق دي عشان يأخذوا البركة. من أهم دوافع الاستشراق أيضا، يبقى الدافع الأول دافع ديني، الدافع الثاني دافع استعماري، الدافع الثالث دافع تجاري، حتى يأخذوا خيرات المسلمين ومواردهم. الدافع الرابع الدافع السياسي، هذه مسألة أيضا عندهم يعني مهمة، والدافع السياسي هذا جزء من الاستعمار وجزء من احتلال بلاد المسلمين. ترى أن في كل دولة إسلامية، يمكن ده كان واضح قبل ذلك، الآن مش واضح قوي، لكن الملحق الثقافي الموجود في كل بلدة من بلاد المسلمين في وقت من الأوقات كان من أحد المستشرقين الكبار، رجل درس الإسلام. تخيل المستشرقين هؤلاء ألفوا كتبا مثلا في أصول الفقه، أنت يا عربي إذا قيل لك عندك أصول فقه يعني قلت يعني الهرب هو ألف كتب في أصول الفقه، متخيل؟ ألف كتب في العقيدة الإسلامية وبيشرح عقيدة المسلمين، ألف كتب في تاريخ الإسلام ونقد الرواة. تخيل التعمق وصل حتى يوهمك أنه يعرف في الدين، وهكذا أوهموا كثير من الناس كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هؤلاء الملحق الثقافي كما قلنا، الذي يكون في كل بلدة من بلاد الإسلام، يقوم بالتواصل مع أهل الفكر وأهل السياسة وأهل الصحافة، ويتعرف على الأفكار المنتشرة، بل أحيانا ببعض العلاقات يعني يصل إلى منزلة لا تتخيلها. تخيل مثلا يعني أن أتاتورك لما مات
أوصى أن يتولى بعده رئاسة تركيا سفير بريطانيا في تركيا. تخيل الثقة العمياء وصلت صديقنا الحميم فلان الفلاني سفير بريطانيا العظمى في تركيا كما على حد قوله. من دوافع الاستشراق أيضا ودافع نادر جدا لم يقم بهذا الدافع إلا نفر قليل جدا جدا منهم هو الدافع العلمي، رغبة في الاطلاع على الشعوب وثقافات الناس ولغاتها وآدابها وأحوالها، لكن هؤلاء النفر كانوا قوما يعني كانوا قليلين يعني جدا، وكانوا أقل خطأ في فهم الإسلام من غيره، لأن غيرهم كان يتحرك بدافع الإيه؟ الهوى والعصبية والرغبة في هدم الدين، أما هؤلاء وكانوا قليل جدا كانوا يتحركون بدافع يعني العلم والبحث عن الحق، لذلك كثير منهم اهتدى إلى الإسلام. كثير من هؤلاء الأسماء مشهورة كدينييه الفرنسي سمى نفسه بعد ذلك ناصر الدين دينييه، كثير من هؤلاء لما كانت أبحاثه مبنية على اتباع الهدى واتباع الحق أسلم في النهاية، لكن هؤلاء كانوا قليلين جدا. عارف ليه كانوا قليلين جدا؟ هذه الدراسات أخواننا تحتاج إلى سفر إلى بلاد المسلمين، والسفر إلى بلاد المسلمين يحتاج إلى تفرغ وأموال، وهؤلاء المنصفون تمام لم يكونوا يتلقون أي مساعدات من الطرفين اللذين يهتمان جدا بالاستشراق، اللي هم مين؟ الكنيسة وأهل السياسة الاستعمار، الاثنين أهم أكثر اثنين يهتمون بالاستشراق الكنيسة والاستعمار. لا الكنيسة ترضى عملهم ولا الاستعمار يرضى عملهم، فكان هؤلاء من القلة بحيث لا يبدو تأثيرهم جليا واضح. ذكر المصنف عندك أيضا في الاستشراق أن هناك مسائل تناولها المستشرقون، مسائل مهمة اعتادوا أن يتناولوا مثل هذه المسائل بدون إنصاف وبدون عدل وبدون تحري، وسنذكر يعني أمثلة لاتباعهم الهوى في هذا الباب. من أهم هذه المسائل التي اهتموا بها التشكيك في صحة العقيدة الإسلامية وكون الإسلام دينا منزلا من عند الله سبحانه، هذا كلام عندك في الكتاب، دينا منزلا من عند الله سبحانه وتعالى، والتشكيك في تلقي الرسول الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وقفوا عند وحي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم مسيحيون يؤمنون بالوحي إلا أنهم وقفوا عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عجبا. بعضهم قال أن الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم صرع، بعضهم قال أن الذي كان يأتيه تخيلات وتهيؤ، بعضهم قال هي أمراض يعني نفسية. من أين أثبتت الوحي لأنبياء الله غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين نفيته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الهوى، تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالغمز والتجريح، أنا سنقف على بعض من هذا الآن إن شاء الله عز وجل، تشويه صورة يعني كبار قادة المسلمين وكبار رجال الإسلام وكبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دراسات كثيرة جدا كانت عن أبي هريرة مثلا رضي الله تعالى عنه، والهدف واضح، إذا قيل أن أبو هريرة غير صادق وأنه وضع السنة من عند نفسه يبقى مفيش حاجة اسمها إيه؟ سنة، يبقى مفيش دين، بسيطة خالص. معاوية رضي الله تعالى عنه الكلام عن سيرته، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه والكلام عن سيرته، الإلحاح على أن الإسلام انتشر بالسيف، يلحون في هذه المسألة جدا على أن الإسلام انتشر بالسيف، ولولا السيف لما انتشر الإسلام، يريد أن يضعك في يعني في ركن يعني يعني التفكير او الكورنر اقول كده ويعني وينزل عليك يعني ضربا ويقول الاسلام انتشر بالسيف، حتى تقول انت مين اللي قال الاسلام انتشر بالسيف؟ الاسلام لا بيشرع السيف الا الايه للدفاع، يبقى ما فيش ايه جهاد، وده حصل حصل وما حصلش حصل من كتر يعني واستعن الإيحاء. أيضا من أهم ما اهتموا به الإيحاء بأن الإسلام دين عربي مطبوع بطباع العرب وأنه ليس دينا عالميا، كيف ينتشر وهو دين نزل للبدو؟ وبعضهم يقول لا الإسلام مش دين عربي ولا حاجة، لكن دين مستمد من اليهودية ومن النصرانية ومن الفارسية، فهو دين خليط. محمد صلى الله عليه وسلم كان رجلا قسيسا، شوف العجب يعني وصل الأمر يعني إلى منتهى الكذب، مش مشكلة هو يحدث أقوام لا يعرفون، فلما يكذب عليهم مفيش أي مشاكل،
لكن يحصن عقيدته. كان رجلا قسيسا وأتى بهذا الدين من يعني بلاد الشام، تعلم هناك ثم أراد مجدا وسؤددا فنزل بلاد العرب وادعى المرتبة التي فوق يعني رجل الدين ومرتبة النبوة. الإسلام دين رجعي جامد متأخر، يكبل المرأة ويقيدها ويقف أمام تحررها ورقيها. الإسلام ليست فيه نظم وليس فيه أي أساس للحكم ولا لقيادة الناس ولا في أي أحكام تتعلق بالاقتصاد ولا بالسياسة ولا بالاجتماع، هو عبارة عن عقيدة لا أكثر ولا أقل. وتأثر طبعا كثير من المسلمين يعني بهم في هذا الباب، وأشهر من تأثر وأول من تأثر علي عبد الرازق، لو تعرفون الاسم، صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم، هو أول من تجرأ من المسلمين وقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رئيسا للدين ولم يكن رئيسا للدولة، وأن الإسلام دين بلا شرعة وبلا تشريع، هو عقيدة فقط لكنه ليس منهج حياة. لكن لما كان الأزهر أزهرا يعني حكم على الرجل بإجماع 24 عالما من علماء الأزهر بخلعه من ألقابه العلمية وأخرجوه من زمرة العلماء، كانت فضيحة الدهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تبني الحركات المنحرفة في بلاد المسلمين، إذا دخلوا بلاد المسلمين اهتموا جدا بالحركات المنحرفة، يعني سوريا مثلا لماذا يحكمها العلويون؟ الاستعمار والذي تسبب في هذا. وأنت إذا تأملت في كل بلد من بلاد المسلمين خرج منها الاستعمار تجد أنه لم يخرج إلا وترك إلا وقد ترك وراءهم وراءه حارسا أمينا على أفكار الاستعمار. يعني من الأمثلة التي تضرب لمحاولاتهم المستميتة حتى وإن لم تكن مبنية على علم ولا فقه ولا حتى على أساس لهدم عقيدة المسلمين وبس التشكيك في قلوب المسلمين وبس الثقة في قلوب المسيحيين أو اليهود، حتى لأن من المستشرقين يهود. جلدة سهر، وإذا أعجب ما ترى عندك صفحة، مش عارف صفحة كام بقى، 22 في باب أمثلة من آراء المستشرقين المغرضة. جلدة سهر هذا يهودي، تخيل، لكنه جلدة سهر نعم يهودي، له كتاب يسمى العقيدة والشريعة. العقيدة والشريعة يقول إيه؟ يقول من العسير أن نستخلص من القرآن نفسه في العقيدة مذهبا موحدا متجانسا خاليا من التناقضات. فالتوحيد مذهب ينطوي، تخيل، أمال أما التوحيد ينطوي على النقائض العسيرة الفهم، إيه بقى الكويس؟ التسليس. قال أما التسليس فمذهب واضح في فهم الألوهية. مرجلوس ده أحد المستشرقين، وخلي بالك إنه يهودي، يقول من عندك في الكتاب، يقول من العسير أن نستخلص من القرآن نفسه في العقيدة مذهبا موحدا متجانسا خاليا من يعني القرآن متناقض في عقيدته. التوحيد ده مذهب ينطوي على النقائض العسيرة الفهم. طب إيه الحل؟ التسليس. أما التسليس فمذهب واضح في فهم الألوهية. وعجب. طيب مرجلوس ده رجل أيضا من المستشرقين الكبار، عاوز يزم النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف يزمه؟ شوف عدم الإنصاف بطريقة يعني ليس فيها إنصاف. يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرف والده ونسبه. إزاي ده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ده نسبه معروف؟ قال لا، أصل عبد الله ده اسم يطلق تطلقه العرب على كل مجهول النسب. عبد الله مجهول الناس، أي واحد مجهول الناس يسموه إيه؟ عبد الله. خلاص يبقى محمد ده العزو بالله. بعضهم ادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم كان أسقفا نصرانيا كما ذكرنا. جلدة سهر نفسه الذي تكلمنا عنه لو محاولة أخرى أيضا في يعني في الكلام على دين الله سبحانه وتعالى، يريد أن يقول في كتابه أن الحديث في مجموعه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعه من صنع القرون الثلاثة الأولى، وليس الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب المسألة واضحة، يبقى عايز يوصل منها لإيه؟ مفيش دين ومفيش شريعة. طب أثبتها إزاي؟ أثبت دي إزاي؟ تخيل أثبتها إزاي؟
لكن اكبر دليل ان الاحاديث دي موضوعه وان النبي ما قالهاش وان القرون الثلاثه الاولى السلف يعني هم اللي وضعوا الاحاديث دي على النبي صلى الله عليه وسلم، ان جمهور المسلمين الاوائل لم يكونوا يعرفون هذه الاحاديث. هم رووها ازاي مش عارفين، تمام، وان الائمه الكبار كانوا يجهلون هذه الاحاديث. وضرب مثال بكتاب لعلك يعني اول مره تسمع عنه، كتاب للدميري يسمى الحيوان. انت من اسم الكتاب تعرف ان الكتاب يعني بيتكلم في اي حاجه، تمام. بيقول الدميري في الكتاب ان ابا حنيفه رحمه الله تعالى، عايز اضرب مثال ان الائمه الكبار ما كانوش يعرفوا حاجه عن الاحاديث خالص، بيقول ان ابو حنيفه رحمه الله تعالى لم يكن يعرف هل كانت معركه بدر قبل احد ام كانت احد قبلها. تخيل ابو حنيفه ما كانش يعرف. انا اطفال المسلمين كما يقول الزهري رحمه الله تعالى كنا نحفظ أولادنا الغزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم الصورة من القرآن، لكن مسألة أكبر من كده. ده الزهري نفسه الذي نتكلم عنه هذا لم يسكتوا عليه. الزهري إمام المسلمين والراوي العظيم والمحدث الجهبز الكبير الذي يعني هو إمام ومتبوع وشيخ المحدثين في زمانه، قالوا ده كان وضاع، ده كان بيضع الحديث للأمويين، بيضع حديث الامويين. ايه الدليل؟ قال لانه هو اللي روى حديث لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد: المسجد الحرام، المسجد الاقصى، ومسجدي هذا. المسجد الاقصى ده فين؟ خلاص، يبقى عشان الامويين كانوا فين؟ حكمهم فين؟ في الشام. يبقى هو ما دام روى الحديث ده يبقى هو ايه؟ وضاع ومؤلف هذا الحديث. عاوز يثبت واحد برضه من المستشرقين يريد، شوف انا عاوزك ترى، أريدك أن تنتبه إلى المنطق الذي يتحدثون به، تعرف أنه ليس هناك منطق في الحقيقة، إنما هو يعني إنما هي حرب لا أكثر ولا أقل. أريد أن يؤكد أن الفاتحين المسلمين كانوا يهينون أصحاب البلاد التي يفتحونها. طب إيه الدليل على كده؟ عندك واقعة تاريخية؟ لا ما عنديش واقعة تاريخية، لكن العرب كانوا بيقسموا القوم الشعب طبقتين: طبقة الحاكمين اللي هم مين؟ العرب، وطبقة الرعية. والرعية في اللغة أي القطيع، ويسكت. عايز يقولي بقى إن العرب كانوا بيعتبروا إيه؟ ها؟ الشعوب دي إيه؟ قطيع. والقطيع لما يجي في ذهنك كده وأنت راجل ما بتعرفش لغة كويس، القطيع اللي هو إيه؟ قطيع الحيوان أو قطيع الغنم، أو مع إن في اللغة القطيع تشمل الاثنين، أو الرعية تشمل معنيين، تشمل الناس وغيره. طبعا ما فيش شك اخوانا ان تاثر كثير من المسلمين بهؤلاء المستشرقين. المستشرقين انتهجوا مناهج شتى في نشر افكارهم، الفوا كتب واصدروا مجلات وارسلوا رساليات تبشيريه في جميع البلاد الاسلاميه. حتى تخيل من العجب انه هذا مذكور في الكتب، ان المستشرقين انشاوا ارساليه تبشيريه بطنطا سميت المستشفى الامريكي، موجوده في الكتب، لقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلميه، المقالات التي تكتب في الصحف، عقد المؤتمرات، بل يعني 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 اصعب من هذا انهم لجأوا الى غزو المسلمين علميا، انشأوا دائره، حاجه تسمى دائره المعارف الاسلاميه، عده مجلدات يبحث المسلم فيها عن اي كلمه يلاقي تحتها ايه؟ لا تحتها مقال وشرح لهذه الكلمة وبيان لما فيها، وطبعا الكلام فيها عن الإسلام وعن المسلمين. أسماء المستشرقين يعني المصنف عندك ذكر أسماء كثيرة من تلاميذهم: طه حسين ورفاعة الطهطاوي وأحمد أمين وعلي حسن عبد القادر، وإن كان لي وقفة عند علي حسن عبد القادر، وسلامة موسى وزكي نجيب محمود ومحمود عزمي، طبعا علي عبد الرازق وغيرهم. وذكر مستشرقين متعصبين: جلدة سهر ومرجلوس وجب وزويمر وشخت. كل هؤلاء من أسماء يعني لعلك يعني معرفة عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، وإن لم يعرف الشر وقع فيه. علي، أنا كما قلت لك، علي حسن عبد القادر لي معه وقفة لسبب.
الدكتور مصطفى السباعي في كتابه الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم ذكر أن علي حسن عبد القادر هذا هو شيخه، مش شيخه يعني أستاذه في الجامعة، أنه في مرحلة الدراسات العليا في جامعة الأزهر في كلية تخصص الفقه والأصول في كلية الشريعة، كان ده سنة 39 ميلادية، عين الدكتور علي حسن عبد القادر، يقول عين الدكتور علي حسن عبد القادر أستاذا يدرس لنا تاريخ التشريع الإسلامي. كان أول درس، اسمع الكلام ده، قال كان أول درس تلقيناه عنه أن بدأه بمثل هذا الكلام، قال إنني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بها. على طريقة إيه؟ علمية لا عهد للأزهر بها. توجبتها منين؟ وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة 14 عاما فلم أفهم الإسلام، ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا. فعجبنا دكتور مصطفى السباعي يقول، عارفين مين دكتور مصطفى السباعي؟ ما دي وحشة وش وانا عمال اقول دكتور مصطفى السباعي دكتور مصطفى السباعي دكتور مصطفى السباعي له كتاب مشهور، رسالة الدكتوراه بتاعته السنة وأثرها في التشريع، وكان أظنه كان كبير الإخوان في سوريا في وقت من الأوقات. يقول فعجبنا نحن الطلاب من مثل هذا القول، وقلنا فيما بيننا لنستمع إلى أستاذنا لعله حقا قد علم شيئا جديرا بأن علمه عن الإسلام مما لا عهد للأزهر به. وابتدأ درسه عن تاريخ السنة النبوية ترجمة، خلي بالك، ترجمة حرفية عن كتاب ضخم بين يديه. علمنا فيما بعد أنه كتاب جولد سيهر دراسات إسلامية، وكان أستاذنا ينقل عبارته ويتبناها على أنها حقائق علمية، واستمر في دروسه نناقشه فيما يبدو لنا نحن الطلاب أنه غير صحيح، فكان يأبى أن يخالف جولد سيهر حتى إذا وصل في دروسه إلى الحديث عن الزهري اللي احنا كنا بنتكلم عنه حالا واتهامه بوضع الأحاديث للأمويين ناقشته في ذلك. المهم ان دكتور مصطفى السباعي يقول انه لما بدا يتكلم عن الزهري قال عكفت على دراسه تاريخ الزهري رحمه الله تعالى من جميع المصادر الاسلاميه التي وقفت عليها في مكتبه الازهر، ثم يعني عقد يعني درسا او محاضره اقامتها جمعيه، هذه الجمعيه كان يرأسها اظن الشيخ المراغي فيما اذكر حاجه زي كده في هذا الوقت قبل أن يكون شيخا للأزهر على ما أذكر يعني، ودعي إليها الدكتور علي حسن عبد القادر وسمع المحاضرة، وقال الدكتور مصطفى السباعي وفي نهاية محاضرتي قلت يعني إن كان لأستاذنا الدكتور علي حسن عبد القادر تعليق على محاضرتي فليتفضل ونحن سنسمع له. فقام الرجل يعني وقال بصوت سمعه الحاضرون إني أعترف بأني لم أكن أعرف من هو الزهري حتى عرفته الآن، وليس لي اعتراض على كل ما ذكرته. أنا عايز أقول إيه، إنه يعني قد يكون هذا الرجل رجع فوضعه في أسماء التلاميذ المستشرقين يعني يوحي بأنه بقي على منهجه هذا وأنه بقي على أفكارهم، لكن كلام الدكتور مصطفى السباعي يوحي بأنه رجع عن هذا الكلام، حتى قال له قال أنه دعاه لزيارته في بيته واتفق معا أن يتفرغ في الصيف لترجمة كتاب جولد سيهر وللرد عليه. فللإنصاف لابد أن يذكر هذا الكلام. من المعروف طبعا أخواننا أن هؤلاء قوم متعصبون، يعني من أكبر الأمثلة، احنا سننهي الكلام هذا آخر كلامنا، دكتور مصطفى السباعي يقول أن جلس مع أحد المستشرقين الكبار يسمى أندرسون، بس أضرب لك أمثلة على تعصب هؤلاء. وأندرسون هذا صرح للدكتور مصطفى السباعي عن عصبيته، قال أن أحد المتخرجين من الأزهر أراد نوال شهادة الدكتوراه من جامعة لندن، وقال أندرسون للدكتور مصطفى السباعي أنه رفض هذه الرسالة رفضا تاما. ليه؟ لأنه أراد في أطروحاته للدكتوراه أن يتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام، وبرهن في الرسالة أن المرأة أعطيت حقوقها كاملة في الإسلام. طب رفضت الرسالة ليه؟ هيقول عشان أنا متعصب؟ لا، بيقولش كده، قال ورفضت الرسالة ومنعته من نوال الدكتوراه لأنه كان يقول الإسلام يمنح المرأة كذا، والإسلام قرر للمرأة كذا، هل هو ناطق رسمي باسم الإسلام؟ شوف العلة،
بس أضرب لك مثل في التعصب، مثل آخر ذكره أيضا الدكتور مصطفى الاستباعي، حدثه به الدكتور أمين المصري أحد المشاهير وكبار أساتذة الجامعة، لما كان في لندن أراد أن يؤلف كتابا في نقد كتاب شخت. شخت له كتاب اسمه تاريخ الفقه الإسلامي. أراد الدكتور أمين المصري أن يؤلف كتابا لنقد كتاب مين؟ شخت. فرفضت جامعة لندن أن تقبل الرسالة وسكتوا، رفضوا خلاص. فانتقل لجامعة كامبريدج وانتسب إليها وتقدم إليهم بموضوع الرسالة اللي هو إيه؟ نقد كتاب شخت. فرفض للمرة الثانية، لكن هذه المرة وضحوا له السبب بجلاء، قالوا له بصريح العبارة كما يذكر الدكتور مصطفى السباعي: إذا أردت أن تنجح في الدكتوراه فتجنب انتقاد شخت، فإن الجامعة لن تسمح لك بذلك. تعلم هل هم منصفون أم ليسوا بمنصفين؟ يعني انتهينا على من أغلب مباحث الاستشراق. إن شاء الله المرة القادمة ندخل في مبحث التبشير، لكن عندنا مبحث أيضا سنتكلم عنه المرة القادمة، هو الكتاب الذي ذكرناه اللي هو دائرة المعارف الإسلامية. سنقف عند كتاب دائرة المعارف الإسلامية الذي وضعه المستشرقون، سنقف معه وقفة حتى يعني تعرفوا يعني كم التعصب وكم الحقد وكم الجهل وكم الهوى بل وكم الكذب الذي يتكلم هؤلاء به في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.